يا جامد يا جامد يا جامد. اهلا حبيبي يا كوتش. ازاي بقى بتسحب الميه بقوه كده؟ ازاي يعني؟ حركه الزراعين مهمه جدا جدا جدا. احنا خدنا يا كابتن جابر الطف وضربات رجلين عشان تدخل الدراعين، لازم تبقى عامل دول الاول. ازاي حركه الدراعين يا كابتن جابر؟ ببدا بايدي وانا طف على الميه اهو، ماشي؟ ببدا بايدي المكان اللي فيه الميه اهو يا كابتن جابر. انا فارق الجسم كده، بجيب الميه بشد الاول كده، واحد دراعي بس عمل ازاي؟ اتنين التخلص، اربعة التحرر، وارمي قدام. بنزل بصوابعي، ما بنزلش بكوعي كده اهو. طب اعملها كده في المية. شد وايدي بتيجي للاخر. شد وايدي بتيجي للاخر صح؟ مسافة ورا لغاية لما يجي جنب المايوه، وابدأ اطلع ايدي كده اهو. تمام؟ طلعت ايدي كده جت من جنب اهي. بصي ده عامله ازاي؟ سايبه خالص مش مشدوده. واروح لابعد مسافه وانزل بسرعه قدام وامد كتفي قدام معاها كده عشان اعمل حاجه اسمها درايف. بصي كده. اعملوا لها كده. نعملها واحنا ماشيين. بص ببدا كل اعمل ايه؟ طب يا كابتن جابر انا لسه مبتدئ، اعمل ايه؟ كل ثلاث ضربات رجل الرابعه كاتش. رجلي بتقف ولا شغاله؟ رجلي على طول بتبقى شغاله. مش بتقف خالص. طب بص كده. عملت بالدراع اليمين كتير، هشتغل بالشمال نفس الكلام. كل طاقة هتستخدمها كابتن جابر اعتمد. كل 1 2 3 هتقول لي كاتش. اوكي؟ 1 2 3 كاتش، 1 2 3 كاتش، 1 2 3 كاتش. جميل يا كاتش. طيب عملت الدراع ده مرة والدراع ده مرة. عايز اعمل الاثنين مع بعض عشان مخي ما يتلخبطش. بعد 1 2 كاتش 1 2 كاتش. بص كده عليا. 1 2 1 2 1 2 1 2. يا رب يكون البيت عجبكم. حبيبي يا كابتن جابر، ايه رايكم؟ شغل عالي.